لأنه انتقده كثيرا. أنا شخصيا كنت تحدثت عليه حتى في وسائل التواصل الاجتماعي بأنه متدرب وليس مدرب، ولا يعرف حتى وضع يعني ليزاسيات في في فوق أرضية الميدان. لكن اليوم الكوتشينج اللي عمله ريغو بارسونغ أعادوا الواجهة، وأعاد المنتخب الكاميروني أيضا لحسابات التأهل، وأطفأ محركات الطائرة التي كانت ستؤدي بمنتخب الكاميرون إلى يواوندي. كما نقولوا احنا بالدارجة، أطفأ الفرفارات. نعم والله. لا شوف، أنا شاطرك رأيي في هذا في يوم بارتي، لكن في لوتر بارتي اليوم لولا التكتلات اللي موجودة داخل فريق الكاميروني لكان الكاميروني ربما كان راح ينتزع الفوز على صربيا. لماذا؟ لأن اليوم الفريق الكاميروني منقسم بين لي برو إيتو ولي برو أونسي أونترينور كونسي أونسي أونترينور كاميروني كاميروني اللي كان قبل البرتغالي المدرب البرتغالي المنتخب الكاميروني المقارن اللي جاب احنا نعرفوا كيفاش إيتو نحى هذا المدرب وجاب ريغو بارسونغ اللي لعب 5 نهائيات كاس افريقيا وفاز بكاس افريقيا كلاعب يعني دفاعي قوي وكان قائد منتخب الكاميرون، لكن من جهه التدريب يا اخي ما عنده حتى علاقه. عندما 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 استدعاه واسمه ايتو وعطاه العارضه الفنيه، واش جاب له ميدو؟ جاب له ديفرونسي معاه، جاب له بريباراتور فيزيك وجاب له ادجوان. لي شونجمون اللي نداروا اليوم سي با ريغو بارسونغ. كنا نشوفوا احنا في 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 ارضيه الميدان عندما المخرج كان يورينا من ذاك لو بون دو توش، انا كنت نشوف في الاريير بلون لي زاجوان تاعو كيفاش كانوا يتعادروا. دونك لو كوتشينغ عندما ادخلها، لان انت تعرف باللي ابو بكر فينسون ضد صامويل ايتو، ابو بكر فينسون ضد صامويل ايتو، مما يعني ان الخلاف بينهما وصل الى حد كبير. لهذه الاسباب ابو بكر فينسون كان خارج حسابات المدرب. المدرب توني كونسيساو، المدرب البرتغالي توني كونسيساو. كونسيساو بارك الله فيك، هذاك اللي كنت، لان اليوم الناس تتساءل. سي فري هو خسر في دور نصف نهائي في كاس افريقيا، نظمت في الكاميرون تو ساي تو سا، منتخب مصري وخسر يعني بضربات الجزاء. ضربات الجزاء يعني ضربه تقدر تربحها، لكن مدرب كبير ما عنده حتى يا با فوتو بينه وبين ريغو بارسونغ. لهذا لو كان مشى معاهم الى نهائيات كاس العالم ربما راح الباركور تاعو يكون احسن، ولو ان مازال مباراه ضد سويسرا، ضد البرازيل، ضد البرازيل يعني بنقطة واحدة. نعم مشاهدين يعني باسكو هنا لازم عليهم الفوز على البرازيل، يلو ربع نقاط يفوزوا بفارق هدفين من اجل، سندخل في الحسابات بعد تحليل مباراة البرازيل مع سويسرا لانها من، لكن السؤال اللي طرحته خويا عبد الكريم، انا نظن باللي لو تورنو سيتي لونطري تاع ابو بكر فينسون، سي لوي كي ا كومبليتمون شونجي لي دوني. كاين مشكل رشيد، احنا شفنا كما شفت انت يا نعم. وتحب تقول باللي يعني تدخل ايتو لي زاجوان تاع ريغو بارسونغ، لي زاجوان تاعو كلموا مع 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 ايتو absolutely. ايتو عطى الامر باش يدخل ابو بكر. ما نقدرش نقول لك عطى هو الامر، ما قلتش ايتو، قلت لي زاجوان تاعو هما اللي كانوا معليش يتكلموا مع ايتو. من بعد هنا كان تناقض خطر عليه ابو بكر ضد ايتو. ضد ايتو اكزاكتومون. كيفاش لي زاجوان اللي جابهم ايتو تكلموا مع الرئيس الاتحادي اللي كان في المنصه الشرفيه شفناه نعم. كان يتكلم بالتليفون، يتكلم معهم، هو يدير التغييرات، هو يدير كلش، عنده لا ميسيون. بصح هو كان منهزم 3-1، واش ما كانش عنده خيار يلعب، واش ما بارك الله ما عنده خيار يلعب كل اوراقه، ميم كاباب يجيب سونين مي، لو كان كان سونين مي سي لو بوتوش يدخل. استسمعوا استاذ القاطع مشاهدينا.